تعالوا نروح لأهالينا وحبايبنا وإخواتنا في محافظة بني سويف. محافظة بني سويف من المحافظات القريبة جدا لقلبي لأكثر من سبب. أنا أولا أنا ليا أصدقاء كتير جدا جدا من بني سويف، سواء عائلات هناك أو أصدقاء مقيمين معنا هنا في القاهرة، أصولهم ومسقط رأسهم يعود إلى بني سويف بمراكزها ومدنها المختلفة. رقم اتنين إنه العلامات والمثقفين والوطنيين اللي خرجوا من بني سويف كان ليهم أثر كبير جدا جدا في نهضة الدولة المصرية. أنا بكلمكم هذا الكلام بمناسبة العيد القومي لمحافظة بني سويف اللي كان بيحل امبارح 15 مارس، وإحنا عشان كده بنحييهم وبنهنيهم وبنبارك لهم وبنبعت لهم 100 ومليون قبلة لكل بني سويفي وبني سويفية، وكاميرا آخر النهار كانت عندهم عشان تحتفل معاهم. مشروعات كتير جدا بتتم، يمكن يعني حصرها صعب دلوقتي، لكن انا عايز اقول لغايه دلوقتي بني سويف لوحدها صرفه ما اكتر من 100 مليار جنيه في خلال السنوات اللي فاتت، 7 سنوات الماضيه. اعتقد ده مبلغ ما كانش موجود. الخطه الاستثماريه دلوقتي للمحافظه تعدت ال 650 مليون جنيه، واللي في فيها سواء دي مختلفه قصه في رصف وبنيه تحتيه وخلافه، بتتم فيها مشروعات قوميه لغايه دلوقتي وما زال، سواء من خلال حياه كريمه، واحنا دلوقتي مستوى الريف في بني سويف احنا خدنا ان شاء الله هنخش المرحله الثانيه، بيبقى كده وصلت لخمس مراكز هتعدي 60%. اعتقد اللي بيتم ده ايجابي جدا جدا، بيبين مدى توجه سياده الرئيس والقياده السياسيه واهتمامها ومدى احفاظه على رضاء المجتمع البني سويفي. الكفاح بتاع اهلنا هنا في بني سويف في مواجهه الاحتلال الانجليزي في ثوره 1919، واللي كان نتاجه ان احنا موجودين دلوقتي في دوله حره مستقله قويه وذات سياده، فكان مهم ان احنا بنعمل نصب تذكاري يليق بشهداء المحافظه، يليق بتضحياتهم، بديلا عن القديم اللي كان موجود. النصب التذكاري ده هو مشروع احنا ابتدينا فيه خلال الفتره الماضيه، والحمد لله قدرنا ان احنا ننجزه بالشكل الجميل اللي حضراتكم شايفيه واللي يليق بمحافظه زي محافظه بني سويف. كل المشروعات اللي احنا بنعملها دي ما هي نتاج الا تضحيات هؤلاء الشهداء اللي احنا النهارده موجودين بسببهم وفي امان بسببهم. في وحدتي يا خفي الأرض. وفي نهاية اليوم كان هناك حفل فني حضره عدد من التنفيذيين وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة. الجدير بالذكر أن احتفالات محافظة بني سويف بعيدها القومية ترتبط بذكرى ثورة 1919، والتي تأتي إحياء لذكرى مشاركة أبناء المحافظة في هذه الثورة العظيمة ضد الاحتلال الإنجليزي، وظهر فيه شعب بني سويف كعادته دائما ساعدا قويا وظهيرا وطنيا للدولة قديما أو في بناء مصر الحديثة. أحمد غنيم، قناة النهار.